أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي المنوع بعيدا عن السياسة. في دار للمسنين بمدينة أليكانتي الإسبانية يتصدر المشهد روبوت يتولى مسؤولية تسلية مجموعة من كبار السن عبر الخوض في محادثات مضحكة والتحرك والرقص على أنغام الموسيقى. وقال الدكتور كارلوس غوتيريز: لا يتعلق الأمر بجماليات الروبوت فقط، وإنما بالتكنولوجيا المتضمنة داخله، فهو يملك حساسات مدمجة بإمكانها تنبيهنا إلى المعلومات الصحية، وهو أمر بالغ الأهمية، فهو يتعلق بإطلاق الإنذارات ووضع معلومات نريد مراقبتها عند المرضى. بدأ شاب صيني يعمل طاهياً في أحد المطاعم بالرسم على الأطباق بالمربى المصنوع من الفواكه كالبرتقال وغيره، حيث بدأ قبل 4 سنوات، ولديه الآن مجموعة كاملة من الأعمال الفنية المصنوعة من المربى، وقد ابتكر رسومات شاملة مليئة بالتفاصيل تستغرق نحو 2 إلى 3 ساعات لإنتاجها، تضمنت رسم الطيور والنمور والمناظر الطبيعية التي تنبض بالحياة مع مربى الفواكه. وتختلف لوحات المربى عن اللوحات الشائعة لأن الألوان تأتي من مربى صالح للأكل. احتفل ذكر سلحفاة عملاق يدعى هيلموث والذي يعاني من مشاكل في المفاصل بعيد ميلاده 25، وهو يتجول على متن لوح تزلج يكون له عوناً في تحريك قوقعته الثقيلة في حديقة حيوان عالم المغامرات زوم في بلدة غيلسنكيرشن. وقالت الطبيبة البيطرية فابنتز التي تعمل في حديقة الحيوان: خطرت لي فكرة وضع لوح تزلج أسفل جسده حتى يتسنى له دفع جسده دون أن يضطر إلى حمل نفسه، بل تزوده بحركة كافية لقدمه حتى يتمكن من تمرين نفسه. من المرتقب أن يكون ويساوودسات أول قمر اصطناعي خشبي في العالم يدخل مدار الأرض بحلول نهاية عام 2021، والذي تم تصميمه وبناؤه في فنلندا في مقر شركة صناعة الأخشاب الفنلندية UPM في هلسنكي. وويساوودسات عبارة عن قمر اصطناعي نانوي بقياس 10 × 10 × 10 سنتيمتر بناءً على معيار كوبسات. وقال مدير المشروع: هدفنا هو إرسال أول قمر اصطناعي مصنوع من الخشب إلى الفضاء، لأننا نريد دراسة سلوك الخشب في ظروف الفضاء. يجري المعهد الروسي للطب التجريبي في سانت بطرسبرغ تجارب قبل السريرية لأول لقاح صالح للأكل في العالم ضد فيروس كورونا على شكل مشروب. وقال مدير المعهد: تمتلئ الثغرات الموجودة في جينوم بكتيريا البروبيوتيك الموجودة في منتجات الألبان المخمرة بأجزاء من الحمض النووي لفيروس كورونا، مما يؤدي إلى تطوير الأجسام المضادة عند استخدامها. وتؤثر بكتيريا البروبيوتيك بشكل إيجابي على الكائن البشري. ومن ناحية أخرى يطور أجساماً مضادة لفيروس كورونا. ومن أهم ميزات هذا اللقاح أن أي منشأة لمنتجات الألبان يمكن أن تنتجه مع الحد الأدنى من تعديل العملية التكنولوجية.
افتتح بيلي بيرلسكوني أول مصنع للصور الرمزية الرقمية في إيطاليا، ويتضمن الاختراع كبسولة معدنية على شكل بيضة يمكن للمستخدمين الدخول إليها ومسح أجسامهم ضوئياً لإنشاء الصورة الرمزية الخاصة بهم، وهي نسخة ثلاثية الأبعاد من جسم الشخص. وأوضح بيلي أن على الشخص الدخول إلى الماسح الضوئي لأخذ صورتين مختلفتين، بعد ذلك تنتهي التجربة، ثم تتلقى الصورة الرمزية الخاصة بك على هاتفك الذكي. وبحسب بيلي فإن هذه النسخ الرقمية ثلاثية الأبعاد ستساعد العالم الطبي ورفاهية الناس ومهام الحياة اليومية بطريقة أكثر استدامة. استمتع المقيمون في دار رعاية المسنين بالقرب من برشلونة برحلة افتراضية عفوية حول العالم بفضل برنامج جديد مع نظارات الواقع الافتراضي. الجهاز يستخدمها المركز لتحسين المهارات المعرفية لكبار السن، ويبدو من خلال التجربة التي أجريت على مجموعة من ثلاثة أشخاص مسنين استمتعوا بالتجربة التي وجهتها إلسا أورتيجا، علمت النفس المسؤولية عن برنامج الواقع الافتراضي في دار رعاية المسنين. احتفت حديقة حيوان سان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية بولادة أنثى من ماعز التكين الذهبي، وهو أول نوع من فصيلته الذي يولد في نصف الكرة الأرضية الغربية، وسميت أنثى الماعز ميلينغ، والذي يعني الظبية الجميلة بلغة الماندرين الصينية. والتكين الذهبي هو من الماعز المهددة بالانقراض، وتعد الصين هي الموطن الأصلي لها، حيث تكيفت وتطورت من أجل البقاء على ارتفاعات عالية فوق الجبال. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. في بادرة تشجيعية للقراءة وللمرة الأولى في مدينة السليمانية، بادر الطالب الجامعي ميبسيت عباس بإهداء 8000 كتاب بمختلف العناوين وبشكل مجاني لأهالي مدينته ليترك بصمة ثقافية في المجتمع. والطالب عباس يدرس في جامعة السليمانية بالمرحلة الثالثة في قسم الرياضيات، ومبادرته تترك حرية اختيار الكتاب للناس بدون مقابل. يقول عباس: بادرت بإهداء 8000 كتاب لأهالي مدينتي، وهو مشروعي الأول لهذا العام في إعطاء كتاب هدية بدون مقابل. أما مشروع الثاني فهو تأسيس مكتبة صغيرة في جناح المستشفيات في كردستان، وهدفي منه هو تشجيع الناس وحثهم على القراءة، وخاصة المتعففين من الناس لعدم قدرتهم على شراء الكتب. وأسعى في أن يكون هذا العام مميزاً
بالقراءة والمطالعة والثقافة، لا سيما ونحن نمر بظروف تداعيات كورونا وإجراءات الحظر ونقضي أغلب أوقاتنا في البيت. هذا وجاءت الكتب بعناوين ومواضيع مختلفة تتناسب مع أذواق وحاجات المجتمع المتنوعة.
السلام عليكم ورحمة الله. اليوم حابين نحكي معكم عن حماية الأسنان، سواء اللبنية منها أو الدائمة. طبعا من أجل نحمي أسنان أطفالنا اللبنية من النخر، أول شغلة هي طبعا تبدأ عند الأهل، يعني قبل الذهاب إلى الطبيب الحماية الأساسية هي الأهل، وهي تبدأ بعملية تفريش الأسنان من الصغر. وطبعا إضافة إلى التفريش بدنا نخفف الأطعمة السكرية، سواء الحلويات أو المصاص أو السكاكر والشيبس، وخصوصا المشروبات الغازية. المشروبات الغازية إلها ضرر كتير كبير على الأسنان، منها اللبنية أو الدائمة. من المواد اللي ممكن تخفف من احتمالية حدوث النخر للأسنان اللبنية منها أو الدائمة هي الفلورايد. الفلورايد بيوجد بأشكال كتيرة، ممكن يتواجد بقلب المي، في بعض الدول بتضيف الفلورايد لداخل الماء، وممكن توجد داخل الحليب، وممكن تكون على شكل حبوب، وممكن أيضا تكون على شكل مضمضة. ولكن أفضل طريقة للفلورايد هي الجل، بحيث بيقوم الأهل إذا كان طبعا الأسنان ما فيها أبدا نخر الذهاب لطبيب أسنان الأطفال لوضع مادة الفلورايد. بتجي على شكل قالب يوضع بداخله مادة الفلورايد وتطبق من دقيقتين إلى 4 دقائق. هاي العملية بتخفف احتمالية حدوث النخر لنسبة قد تصل 20%، وبالتالي تكرارها كل 6 أشهر بشكل دوري مع المحافظة على الفرشات وتخفيف الأطعمة المضرة بالأسنان بتخفف احتمالية حدوث النخر بنسبة كبيرة جدا. طبعا من المواد الموجودة والكتير العالم تجهلها، ربما يمكن لأنه مادة جديدة، هي منسميها بالعربي المادة السادة، أو تعرف بالفيشر سيلانت. المادة السادة هي عبارة عن مادة كحشوة ولكن دون حفر الأسنان، طبعا لا توضع سوى على الأدراس الدائمة أو الضواحك الدائمة، يعني على اللبنية من دائما نذهب باتجاه الفلورايد، أما بالنسبة للأدراس الدائمة منحاول نذهب باتجاه المادة السادة. وهي مادة توضع داخل تجاويف السن، فالنخر عادة بصير دائما داخل تجاويف الدرس، فالدرس عادة فيه تجاويف كتير، ووقت بيصير بيدخل فيها الأكل وما بيتفرشها، هذا الشيء بيخلي إلى عملية حدوث النخر. فبالتالي إحنا لما منطبق المادة السادة ومنمنع يفوت الأكل داخل السن منخفف احتمالية حدوث النخر لدرجة عالية قد تصل في بعض الأحيان ل 80% أو 90%. طبعا ولكن مشكلة هذه المادة إنه مدتها قصيرة، فهي فقط من 2 إلى 5 سنوات، فبعد حتى 2 سنين قد تبدأ يعني رويدا رويدا بالتكسر والتلاشي. فدائما ننصح الأهل بوضع هذه المادة كل 2 سنين، يعني خلينا نتخيل لحنا عنا إذا وضعنا لكل الجيل القادم من هذه المادة نتخيل جيل خالي النخر. فننصح الأهل بالشكل العام بالذهاب للطبيب سواء لوضع مادة الفلورايد بالأسنان اللبنية أو المادة السادة بالأدراس الدائمة. وشكرا لكم والسلام عليكم.